سؤالا قصيرا ان شاء الله بكيفيه مختصره. قل ما يحاول يسال بان شخص له مسؤوليه وله لا يستطيع ان يباشر الناس او يتواصل مع الناس وله اعوان يعينونه في اداء هذه المهمه، وهل سيحاسب حاله مثلا اذا وقع ظلم من بعض اعوانه مستخدمين معه؟ إذا هؤلاء ظلموا الناس، هو المفروض أن الإنسان يشتغل ومسؤول على ما يؤديه مباشرة. إنسان ظلم الآخرين أو كذا إذا لم يكن متسببا فيه هذا يعنيهم هم الدرجة الأولى، ولكن الإنسان يشتغل ببذل جهد على لا يقع الظلم. فأولا في حالة اختيار الأعوان، حالة اختيار الأعوان إذا كان له أن يختار الأعوان فليختار أصحاب الدين الذين يمكنوا أن يعرفوا أن هذا حلال وأن الآخر حرام، لأن هذه بداية لضمانة. إذا كنت استعنت بإنسان له دين فنسبة الظلم من هذا المتدين قليلة، ويمكنك أن دائما ترشده ويمكنك أن توجهه، ولكن حينما تأخذ من البداية تستعين بذئب لا دين له ولا ولا فهذا الظلم تحقق لا سواء وقع شاهدته أي إنسان تعرف أنه متعاطي مثلا الخمر أو الزنا أو مقامر، ماذا تنتظر من إنه إلا أن يكون إنسان ظالما ومرتشيا لابد. ولكن أنت في البداية تختار الأصلح، وتحاول أن تكون لك هذه العلاقة الإيمانية مع الموظفين أو من المستخدمين، أي تتعامل معهم على الأساس أنك تنصحهم وأنك تبين لهم هذا. أنت رئيسهم وتستعين بهم، ولكنك أنت موجه له في كل حالة. هذا التوجيه قد يفيد، والإنسان باش ما يبقاش عنده غير الأوامر. فبعض المرات يمكن أشياء كثيرة يديرها الإنسان، لو أن هاد الناس نعم قربهم شي شوية ويمكن يضيفهم واحد المرة ويدير لهم درس ويجيبوا كذا وكذا، حتى إذا كان فيه واحد النوع من الشر تنزعوا، وإلا زولت منه الشر هذيك راه خدمة كبيرة للإسلام. وتحاول فيما بعد ذلك أن لا تكون غافلا، فتسأل بعض المرات وتشوف بعض إشارات، هل هذا الشخص من طبيعته أنه ظالم وأنه التعامل، لان ما يمكنش غادي يكون غيب عليك كاع، فجبر الانسان دائما يكرس عباد الله دائما، فانت نوعا ما مسؤول، تعرفوا في الباب ديالو، تعرفوا دائما كيفاش يرد الناس وكيفاش يدافع وكيفاش بعض المرات يرحب باللي يعطيوه الفلوس واللي ما يعطيوش الفلوس، اعرفوا بلي غادي يوصلك لك، لان هذه القضيه ماشي غير دينيه، راه دينيه ودنيويه. اذا كان انت كنت ناعس والناس قاعده في الباب تاكل الفلوس بسميتك، شحال مره يكون واحد الانسان مسؤول مثلا في منصب والناس قاعدين ياخذوا الرشوه، يقول اعطينا باش نعطي للشاف نعطي للرئيس، راه بغا ماشي راه يخطفك حتى انت، راه ما يكمل ديك الخدمه حتى يكون بنترك ما خلا فيك ما يصلح. كل الناس يقولوا اعطينا بالسيف، راه قال لك الرئيس بغا، ولكن لا ما شفت لا رئيس انت، فما ماشي انه هو خطف الدار الحرام، ولكن راه ورطك او ظلم ورطك بانك انت اللي، لانه ما غاديش يقول لهم انا بغيت، يقول لهم لا الشاف ديالي راه باغي حتى هو حقه، فاهم؟ فهذاك حتى من باب هذه الاختبارات، وهذه هي الامتحانات ديال المهمه. ما يكونش ناعس عاوتاني يفيق بعد ما يفيق جبر الاخر دار سميتو فضيحه في الناس، عاد هو كان اخر من يعلم، فيشوف منا ومن يحاول يصل الى الحق. الانسان المسلم يكون ذكيا، المؤمن ذكي فاطن، الا بغات تطرح اسئله بغات راه بعض المرات واخا يشمتوك في 30% ماشي بحال يشمتوك 90%، هذه وحده. لكن مع ذلك وهذا وهذاك لابد ايضا ان نحتاط من ظلم الناس، محتاج المستخدم، ماشي غير يجيك واحد الانسان ما، لان واحد مره طلب واحد السيد طلب منه شي خدمه، قالوا سيدي بالك عينك، وقال سيدي راه يجي عندك وكذا السيد ديالك راه ما بغاش كذا ما بغاش يقضي لي خاطر باغي الرشوه، ما قالوا لا رشوه ولا غير لانه ما تفاهم، ولان هاد الناس ما تصورش بان الناس كلهم عودون، راه بعض المرات هذيك الرشوه راه بعض المرات يقولوها الناس بلا ما تكون واقعيه. فالانسان هذا هو المسؤولية ديالو، هو هذه الموازنه كيف يعرف، لان انا قلت لكم شحال من مره راه كثير من الاشياء ماشي صحيحه. ايوا داك السيد راني جيت عنده ما خلانيش، ايوا راه كان باغي رشوه، قال لك عطيني رشوه؟ عطيته؟ لا بما انه ما خلانيش راه شوف المعادله كده، ما خلانيش بغيت ما يخليكش، انا ما عندكش الحق اصلا، ما بغاش يدخل كاع داك السيد اللي عند المدير ولا يصدع ويطلب حاجه اللي مستحيله. قال له سير بالك علينا، قول له واش شتي؟ هاك ماشي راه بغى الرشوه طمع فيا، راه قال لي وهذاك وهذه هذه اسبابها قله العقل شويه والسفه وقله الدين واشياء من هذا. ولذلك المسلم هذا امتحان خصو يحاول، ما غاش ينجح 100% ينجح على الاقل واحد 70% ان شاء الله.
نرجو أن تزودنا ببعض النصائح من تجربتكم ولكم فيما يخص عمرة رمضان. أنا ما درتش شي عمرة في رمضان، ما عنديش تجربة في هذا الباب، ما عمري ما درت العمرة في رمضان. فأقول لك إنك يجب أن تتعلم أحكام العمرة بالدرجة الأولى فقهيا، خصك تمشي عند فقيه تعلم باش ما تبقاش الدور غير هكذاك ما عارفش روحك. ثانيا أنك تعرف أن هذه عبادة ماشي سياحة، السياحة لأن الناس يجتذبوك للسياحة ومن بعد يبدأ واحد اللغط واحد الكلام وكذا، وهذا تعشى هنا وهذا كلا هنا، فبدل باش يتكلموا على الأجر يتكلموا على الماكلة ويتكلموا على فبعد نفسك. ثم ما عندك ما تدير بداك السواق وداك لا خرجت واحد النهار كذا، ولكن ما عندك ما تدير بداك ديك الكتاتن وديك المسائل، حتى حاجة ما عندها شي قيمة تما. هذاك الشيء ديالك راه ديال هو اللي راهم يجيبوا لك في تايوان، غير هذوك راهم يصيفطوا لنا واحد سميتو واحد الشحنة لينا وصيفطوا شحنة للسعودية كيف كيف، راه غير المعمل غير واحد، ما تصور كي تجيب شي قشابة تما راه حتى هي راه عندها شي قداسة ولا راه والو ديال 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 كوريا ولا ديال تايوان، راك تجيبها وصافي وتقل بها راسك وتجبرها قد سبقتك هنايا. ما تعمرش راسك بديك المسائل وتوجه لنا، لان الوقت اللي غادي يمكن لك تمشي للعباده ديالك وتكون فيه في المحل ديالك فيكون افضل الاوقات ديالك، ولكن مع ذلك ما غاديش ترهق نفسك. هذه حدا. ثم ننبه لبعض الاخوان، بعض الاخوان يقتروا على انفسهم في العمره، يقتروا ما يبغوش ياكلوا ما يبغوش كذا، وبعض المرات يولي كاع الطبيعة اللي ما كانتش فيه تولي فيه تماك، يولي طلاب الا جبر شي واحد يفرقوا الخبز راه تشوف راه باش انت غادي مشيت العمره ب 6 مليون تمشي تدور على الخبز ديال الفقراء والمساكين دير عليه الدحاس، كان يولي كان يولي تما يولي طلاب غير اللي جبرها يمشي يجري عندهم. ماشي شغل انت مشيت عند انك مشيت عندك المال ديالك روح تمشي تاكل على النفقه ديالك وتبقى دير الدحاس مع الفقراء والمساكين. كاين بزاف اللي وكلونا هنا عطاونا هنا وشربوا، واش مشيتوا تطلبوا ولا مشيتوا ديروا العمره؟ واحد العدد ديال الناس يشوفوا وبعض المرات يدير شي واحد دحاس ويضربوه كذا ويهرسوا له النظاريات ب 400 الف فرنك على خبز يسوى درهم. ما تنزلش الارض، خلي قيمتك، انت كنت شريف بقى هكذاك، ماشي كنت نظيف تمشي تولي تنا طلاب ويجي وناس راك اللباس ديالهم وكذا، ما بغاش يكونوا حنايا الناس. الى بعض المرات جات شي طعام اللي بكرام ولا بكذا وكذا وقدم عليك، ولكن ماشي تبقى سميتو تشطر على كرشك ما خصك باش تشيط ودي الكتاتن ودي البخور ودي العمايد ودي الجبال، داك الشيء كله ما عندك ما دير به. كل مزيان وصلي مزيان وقابل المسجد الحرام وروح تروح لداركم صافي، ما توليش طلاب، توليش تبقى تدور على الخبز ديال الباطل وتبقى دير الدحاس على انا نقول لكم هذا لنا بعض المرات هذا الشيء راه كاين انا، ولكن فيها ان شاء الله خير كبير. والعمره حقيقه لما يؤديها الانسان بشرطها الشرعي سياتي ان شاء الله بواحد الزاد روحي قوي جدا، ولكن يقابل العباده ديالو ماشي قابل الاسواق، ماشي قابل الاسواق قابل هذا فيه نباع هذه وهذه في راه يبيعوها في جده، داك الشيء غير تخربق ما كاين حتى شي حاجه تما عندهم ديالو، ما يسمعوش شي حاجه من داك الشيء اللي كتجيبو، السبحه ماشي ديالهم والزربيه ماشي ديالهم، كلهم راهم يتسوقوا، الا بغيت هذاك الشيء راه الدار البيضاء جيبهم احسن لكاع. فخليك من ديك المسائل وعلم الناس بانك تمشي تادي العباده، حتى الناس اللي يستناوك قول لهم احنا مشينا نديروا عباده ما مشيناش نجمعوا لهذاك. نختموا ان شاء الله بهذا، احد الاخوه كان يحضر معنا الدرس دائما من الذين كانوا يحضرون هذه الدروس وكان مواظبا عليها، توفاه الله تعالى في هذا الامس ودفن هذا اليوم، نسال الله له الرحمه والمغفره ان شاء الله، اللهم ارحمه واغفر له والحقنا به مسلمين ان شاء الله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.